مكان جديد، الجنة على الأرض، الحياة الكورية. راح تعشقوني وراح تدعوا لي بسبة أني بعرفكم على هالمكان، وأكيد راح يكون في إن شاء الله كود خصم نهاية الفيديو. ترى ما راح أطلب وجهك. ودي أقول شيء بس أخاف أجيب العيد بالفيديو. لا لا تجيب العيد. هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دييغو. مكان جديد، شفتوا برا على الغلاف انا كاتب الجنة على الارض. ليش؟ لاني انا اعشق يويوسو. شنو يويوسو؟ اللي ما يعرفونه، هو الاسلوب للحياة الكورية. اول متجر داخل الكويت يعطيكم اي منتجات حق الحياة الكورية. Exactly. Yes. خليكم معاي لأن بوريكم شنو الأسعار اللي عندهم. راح تعشقوني وراح تدعوا لي بسبة أني بعرفكم على هالمكان، وأكيد راح يكون في إن شاء الله كود خصم نهاية الفيديو. يس، خليكم معاي. بس قبلها خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، سو عشان تدلون فرع يويوسو، هذا الفرع الوحيد. كان عندهم فرع ثاني لكن خلاص صار الحين الفرع الوحيد حق يويوسو مثل ما انتم شايفين. هناك قيصر مع حولي بارك، واذا بنشوف هناك اخر الشارع هناك دوار صادق. فاذا خليتوا قيصر وحولي بارك هذاك الصوب، وهو موجود هني. ناخذ اليافطه بليز مبينه. هذا يويوسو، خلونا ندش داخل، تعال. هذا هو المحل. طبعا من تدخلون داخل المحل راح تشوفون ان اغلب الالوان اللي موجوده كلها حق الاشياء والمستحضرات اللي موجوده والبرودكتس، لكن لونهم الاساسي اللي هو هذا التيفاني. خليكم معاي. وسوري يا جماعه، ادري ان عندنا تتريكه نيون، بس لان الايفون اللي عندي وخصوصا الكاميرا الجديدة بال 13 النيون يسبب لها سالفة تترك. المهم عندنا المحتوى. اوكي جايز، مثل ما شفتوا اللون الاساسي حق يويوسو هني اللي هو لون التيفاني. فرعهم الوحيد هني، وطبعا اذا تطلبون راح يكون عندكم تو اوبشنز. واحد عن طريق الويب سايت اللي قاعد يطلع على الشاشة، نمبر 1. نمبر 2 ان تيون الفرع، وانا صراحة احب اي الفرع اشوف الاشياء قدامي. تعالوا. طبعا التقسيمه اللي موجوده عندنا، اول شيء راح اروح عند السكين كير، لان انا اساسياتي من عند يويوسو وعرفتهم بسبب السكين كير. هذا الشيء راح احط عليها طرنك. هذا الشيء يعني 4 دنانير وربع، واكيد الاغلب بيقولون محمد اذا شيء حق بشره شلون انت تعتمد انك تاخذ هالامور هذه دائما. وانا بشيل النظاره على اساس لا يطلع ريفلكت حق اي احد موجود عندنا، سواء كان كاستمر او يمكن محسن محاب شكله يطلع، او في شخص هني قاعد يعلمني اللهجه اللبنانيه اسمها ريما، فهي ما تحب تظهر في الميديا. عموما يا جماعه، البرودكت قاعد يطلع على الشاشه عندكم. هذا عباره عن فوم غسيل احماض امينيه. كنت جاي عشان باخذ الالوفيرا، لكن الالوفيرا خلاص ما قاموا يبون منه، والحمد لله انه ما قاموا يبون منه لاني تعرفت على هذا المنتج. طبعا اكيد راح تلقون اذا جيتوا الفرع حبتين، الحبة الوردية والحبة البلو. الحبة الوردية عبارة عن تنظيف عميق، لكن البلو عبارة عن ترطيب. أنا ما جربت البلو للأمانة، لكن الوردي هذا على ضمانتي. واللي عارفين محمد عادة وعامة يدرون أن إذا شيء عنده سوبر راح يقول عنه، شيء ما يدري عنه بيقول ليه قدام. فاعتمدوا غسول الأحماض الأمينية راح تلقونه عندهم. وطبعا للبنات إذا يحبون عندهم هم نفسه الفوم كلينسينج حق الفيس، حق الميك اب او حق التنظيف. وهم اذا قلنا احنا الشيء ما يقتصر فقط على البنات، تعرفين يعني خلاص كمان 2022 سون، يعني لمتى بنات بنات بنات. يا ترى هم البنات، يا بعض الشباب يحطون براسهم شغله، اذا بشرتك تعبانه ترى ما راح تطلب وجهك. عموما تعالوا. فلو تلاحظون عندنا بعض المنتجات اللي موجودة هني أغلبها قاعد تكون جديدة علي أنا كمحمد، ما جربتها 100%، لكن في أشياء أكيد راح أجربها مع الاستخدام. لكن في شيء من الأشياء اللي أنا جربتها وموجود عندي بالمنزل اللي هو هذا، في منه سكراب. أتمنى أتمنى أتمنى
من عند ريما انه يبون السكراب من هذا البرودكت لانه فوق الجبار، فوق الجبار. بادي سكراب موجود كان عندي من تقريبا 2019 وسعره جبار. هذا يعتبر شنو بالضبط؟ بادي ووش موسترايزنج، يعتبر كأنه قسول حق الجسم. سعره دينارين 550 كوري. تموتون على الكوري؟ يلا جبنا لكم هني بالكويت، وفرناهم مستحضرات كورية بهالأسعار هذه، وفي بعد كود خصم. يعني شنو؟ يعني قرقش، يعني خش. هذا اللي قاعد يصير. فعشان كذي أنا أعشق يويوسو، الجنة في الأرض، heaven on earth. هذا اللي أنا قايله من زمان، سواء هني في اليوتيوب أو بسنابي. يس. عموما طبعا هني الفرايتي اللي عندنا، هذا اللاين كامل عبارة عن الفيس ماسكس. عادة بعض الكمبيتيترز والأماكن الأخرى بدون ما نذكر أسماء أخرى يكون عندهم ماسكات لكن أسعارها مبالغة، الواحد يستخسر أنه يأخذ له مجموعة كبيرة ويقول كمان يمكن وضع فلان يختلف عن الآخر من الناحية المادية، والكل يحب أنه يدلل نفسه ويهتم. فييوسو مراعينكم بموضوع الأسعار على الماسكات اللي موجودة. في ماسك مو موجود، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله راح يتوفر على الشحنة القادمة اللي هو البيبي ماسك قريبا. لكن من الماسكات الأكثر مبيعا في يويوسو، أنا أشهد لأني أنا كنت كاستمر من قبل، اللي هو الهاني ماسك. هذا يي باك تقريبا فيه من 10 حبات أو إلى 12 I think، وسعره تقريبا خلأ أتأكد 5 دنانير إلا 50 فلس من غير كود الخصم، يعني 4 دنانير وكسور. عليكم بالعافية مقدمة. فهذا من الأشياء اللي أنا أقول لكم take it. والشيء الثاني اللي أتكلم عنه وأنا كل ثقتي ألا وهو ماسك الرمان، لأني مجربة. لكن البيبي ماسك إذا كان موجود please guys please أخذوه على طول. هذا بالنسبة حق الماسكات. خلوني أطلع الحين من موضوع الماسكات وانتقل لكم حق شيء ثاني أنا جربته هالفترة هذه وهو out of stock، بس أكيد أكيد إن شاء الله ريما بتضبطكم إن شاء الله بالشبمنت القادم يجيبونه، وهي أكيد راح تقولي exactly لازم نجيبه. خليكم معي. أوكي guys، الشيء اللي أنا جربته هالفترة هذه من يويوسو وصار لي 10 أيام ما قمت أستغنى عنه، ومحسن بأمانة أنت ورا الكاميرا، إيش رأيك بالفيتامين إي اللي قاعد يطلع على الشاشة؟ والله وخف سواد عيني. فيتامين إيه قاعد يعطي شوي غلو من تحت العين ويشيل التعب، بس أكيد مع شرب الماي والاعتناء هني الفيتامين يساعد. إنما ما أهتم وما قاعد أحط صن بلوك على وجهي ويا أحط فيتامين إيه وأخشى أقول يويوسو قصوا علي، ما يصير. ترى كل شيء يكمل بعضه. الفيتامين إيه سلمكم الله من الحين خلاص out of stock، لكن إن شاء الله الشحنة القادمة يويوسو إن شاء الله راح يبون كمية. لكن إذا كنتوا مستعجلين راح تلقون الشغلتين هذول، وأنا اليوم إن شاء الله بأخذهم عشان بجربهم لأني جربت مال العين. هذا سلمكم الله Moisturizing Pure Skin Cream، هذا حق الجلد يسوي ترطيب. الثاني عبارة عن تونر، هذول اليوم راح ينوخذون وبجربهم صراحة دام الفيتامين إي، لأن أولا أنا جربته وثانيا اللون الأصفر يخليني يعني محمد take it. أوكي ف تقريبا تقريبا نقدر احنا نشوف ان موضوع يويوسو حق اغلب الاشياء اللي موجودة تعتمد على حسب الاستخدام الشخصي والبشرة الى اخرى. انا بشرتي تعتبر من عادية الى جافة فينفع معها كل شيء، لكن البشرة الدهنية كونوا حذرين باختيار الاشياء اللي انتو تحطونها. ترقبوا ان شاء الله هم على قناتي في اليوتيوب. محسن لو تلف لي شوية تمام مبين هذول الشغلات، صورت فيديوهم قبل هذا الفيديو اللي قاعد تشوفونه وتكلمت عنهم وراح تشكروني عليهم، لأن بأي صيدلية أخرى أو أي مكان آخر هذول راح تشوفونهم بأسعار خيالية أوفر. أنا جربت الثلاث شغلات هذول وراح تشوفون الفيديو. خلوا عينكم بطلة ولا تنسون يا جماعة سبسكرايب وخلوا الجرس مفعل أساس يوصل لكم نوتيفيكيشن أول ما تنزل سالفة فيديو يويوسو أدوات المساج. أوكي أوكي نوصل الحين يا جماعة عن شغلة أنا الصراحة وايد استانست عليها وشكلها وايد نايس. ما تدري هذول شنو ولا ما تدري؟ ودي أقول شيء بس أخاف أجيب العيد بالفيديو. لا لا تجيب العيد، بس شنو؟ عادي أمثل لك. أوكي هذا
تقريبا يس 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 محسن، انت اللي قلته ترى ما يستخدمونها فقط كذي، هذه تعتبر يا جماعة تعرفون لما انتوا شنو احنا نسميها بالكويتي شو تسمونها انت بالبيت، شو تسمونها، هي يسمونها وورمر، هذا اللي انا عارفه انه وورمر، بادي وورمر، بادي وورمر، لكن احنا ما شنو نسميها بالكويتي نسيت. احنا دائما نقول هالجمله هذه، روحي جيبي مطاره الماي الحار، مطاره الماي الحار. انتم متعودين دائما تكون زرقاء والله صفراء ومن فوق وتكون مثلا فيها فرو بسيط وتسلخ الجسم، هذول مطاره الماي الحار عباره عن مو ان انتم تعبونها ماي، هذه سلمكم الله لما تتبطل من داخل تقدرون تحطونها على الشحن أساس تسخن المادة اللي داخل اللي هي الجل، وأكيد ما راح تنفجر لأن هني وايد ثيك وثقيل، وتختارون أنتوا تلبيسة على حسب اللي تشترونه فيها. في لها استخدامات وايدة، وأغلب اللي أشوفه في استخدام للنساء صراحة، فحلو سالفة إنه حتى إذا بغيت أحط إيدي من داخل وأمسكها. خلصنا من هذول. وفي ناس يمكن تبي تطلع برا البيت أو مشغولة أو غيره، أو حتى الشباب حايشة شد يبي دفى، ف بلغوني انه موجود عندنا باتشز هني هم يعتبرون وورمرز. حبيت يعني قاعد يجيبوا لكم كل شيء، كل شيء قاعدين يجيبوا لكم اياه، اكيد طبعا خلال الفيديو يطلع صوتي وتسمعوني، وبنفس الوقت قاعد اوريكم مستحضرات وتشوفونها على اساس لما تيون هني يكون عندكم، اذا ضيعتوا عند الجماعه ما يقصرون عندكم هني ويقول لكم هذه القطعه هني وهذيك القطعه هناك. ففي موجود عندنا هذا اللي هو انه تقدرون تشحنونه، وفي الون يوز او تحت الملابس او غيره. اوكي خليكم معي، خلينا نشوف بعد شنو نقدر نتعبث بيوسو زياده. اوكي جايز، سو راح ناخذ جوله سريعه مو تركيزيه، لكن ان شاء الله راح يصير عندي في قناتي في اليوتيوب لست كامل راح نسميه يويوسو. اوكي راح تشوفون اي شيء يخص يويوسو بهاللسته، تعالوا معي. طبعا اول ما تدخلون راح يكون عندكم سكشن حق البنات اللي هو الميك اب، اي شيء تبونه في الميك اب راح نسوي عليه تغطيه قريبا، بس كتبوا لي تحت في الكومنت اذا تحتاجون تغطيه القادمه عن الميك اب. نشوف اللي بعده عندنا هني باجز، ما باجز واشياء وكبابيس واكسسوارز، اذا تبون تغطيه بلغوني. وعندنا هني الاشياء اللي تخص التليفون وغيره وكذي، لوك هاو سو كيوت از ذس، حبيت هذه مال الايربودز على ثعلب، احب اليمها البطه لان انت بطه، انت بطه اساسا، هذول ها قديم وليس اوكي كمان صح. وهني عندنا اكسسوارز، وعندنا امبريلاز، وعندنا هني هيد باندز واكسسوارز حق الشعر، عندنا سلمكم الله وانتم بكرامه النعل ملوت البيت مثل ما تشوفون. هني قسم البشره كاهو اللي انا كنت عنده توه، فلما تدشون هني راح تستانسون، المكان هادي ووايد راح تستمتعون. حتى عندنا هني اذا نبيني موضوع الكفاش والصحون، محسن شوف كيوت 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 جدا كيوت، اي لافد ات. قسم المواعين، فاذا تبون تحت كتب محمد نبي قسم الميك اب، محمد نبي قسم المواعين، محمد نبي قسم الكوابه، قسم المخاد، فانا راح اسوي لكم كل مره تركيز على مكان. حتى الميك اب عندنا هني موضوع يخص الرموش والفرش وغيره بكواليتي كوري بحت جميل، حتى العرايس موجودين، راح مطارات، وعندنا الكوشنز والكوشيز هذول، عندنا القرطاسية يا جماعة موجودة هني، وعندنا آخر شيء اللي عند الباب ديسبلاي اللي هو الفواحات والعطور، هذا هو يويوسو وفي صبغ الأظافر. فاختاروا تحت في التعليقات شنو تبوني أغطي لكم بالفيديو القادم في جولتنا عند يويوسو. كود الخصم قاعد يطلع لكم على الشاشة، عليكم ألف عافية، راح يخصم لكم 15% سواء كان على الموقع أو داخل فرع عند يويوسو. يب حيخلوني اخذ الاشياء اللي انا محتاجها من يويوسو. كان معكم محمد تييغو، ماتش لاف اند ريسبكت، وهذه بوسه لكل شخص راح يحب يويوسو لانه راح يعشقه. شو باي 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 باي. عموما يا جماعه ترقبوا قريبا يمكن نسوي جيف اواي مخصوص بشروط معينه حق بعض المتابعين. سي يو. We'll be right back.